صحة حديث من صلى الفجر ثم جلس في المصلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حج وعمرة. ضعيف ضعيف ضعيف. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما صلى الفجر لو كان صلى الغداء جلس في المصلى حتى تطلع الشمس كان فعل النبي انه يجلس الصبح يعني؟ اي نعم كان يجلس للصباح في كان يجلس لطلوع الشمس في المسجد، لكن الثواب المترتب حج عمرة تم ضعيف.